هل الورشة هي ورشة تفاعلية؟ منها هي ورشة تكوينية موجهة لمستخدمي القطع وجميع المتدخلين في إقليم الحضارة الثقافية، اللي فهم أولاً فهم موضوع المخاطر خاصة الطبيعية. الهدف الثاني هو العمل على إشراك، على وضع خطة تشاركية ولا تساهمية لكل الفاعلين والمتدخلين في إقليم الحضيرة. هذا الموروث الطبيعي الثقافي الإنساني المتواجد في أكبر حضيرة في إفريقيا، أنا نشوف باللي يلزم اليوم نغير النظرة. دابور نشخص المشاكل الموضوعة ونقترح الحلول. هي ورشة لتدعيم وحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. احنا نعرف انه حضيرة الأحجار تهتم بمحافظة الموروث الثقافي والطبيعي داخل الحضيرة، وهذه التأثيرات المناخية تشكل تهديد مباشر لهذا الموروث. يعني من بين هذه التهديدات هي مثلا تهديدات الفيضانات.